عندي سريعا الخبر الثاني، نيويورك تايمز النهارده منذ قليل يعني ربما منذ دقائق نشرت نيويورك تايمز الامريكيه تقرير في صفحه كامله النهارده دلوقتي من شويه بيقول كيف اصبح نشطاء مصر جيل سجون، كيف اصبح سجناء مصر جيل نشطاء مصر جيل سجون. يعني الصحيفه المشبوهه ايضا، واحنا النهارده بنفضح وكاله انباء مشهوره اسمها رويترز، وبنفضح صحيفه امريكيه شهيره اسمها نيويورك تايمز. هذه الصحيفه التي دابت استمرت خلال الفترات الماضيه على اختلاق اكاذيب بشان مصر مدفوعه الاجر من قطر، الان بتفتح صفحاتها زي ما كان بيتكلم معانا امبارح الدكتور ياسر عبد العزيز، ونشرت مقال لجهاد الحداد السجين في سجن تورا وبيتكلم عن الحريات.